انضم الينا من القاهره احمد مصطفى مراسل الغد. اهلا يا احمد. اولا، ما هي اجنده الزياره والملفات المطروحه على طاوله البحث والنقاش يا احمد؟ محمد، يعني قبل قليل وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى القاهرة قادما من الأردن بعد زيارة استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها الملك عبد الله الثاني. من ضمن الوفد المرافق للرئيس الفلسطيني رئيس هيئة المدنية أو هيئة الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد حسين الشيخ وأيضا رئيس المخابرات العامة الفلسطينية. هذا الوفد بحسب السفارة الفلسطينية سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة غدا ستعقد بينهما من أجل مناقشة تطورات الأوضاع فيما يتعلق بمجمل القضايا العربية بما فيها الملف الفلسطيني الذي يعني يكون حاضرا بقوة في يعني مناقشات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في معظم تحركاته سواء الداخلية أو الخارجية، وبالتالي هناك العديد من الملفات التي سيتم مناقشتها مع الرئيس الفلسطيني من بينها ملف المصالحة الفلسطينية، وخصوصا أن القاهرة كانت قد احتضنت خلال الشهر الجاري بعض الاجتماعات بين وفدي حركة فتح وحماس، واللذين أبدى استعدادهما للانخراط في يعني أو التوصل إلى مصالحة فلسطينية شاملة من أجل يعني أن تكون سببا في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني. من ضمن أيضا ما سيتم مناقشته هي تطورات الأوضاع بما يتعلق في القضية الفلسطينية خصوصا في ظل التوسع في سياسة الاستيطان التي ينتهجها للاحتلال الإسرائيلي والتي رفضتها مصر في أكثر من مناسبة وأكدت على أنها تقود من فرص التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الأممية، وكل هذا بالتأكيد سيكون حاضرا في مناقشات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفلسطيني في القمة التي ستجمع الرئيسان غدا. نعم محمد، شكرا جزيلا. أحمد مصطفى مراسل الغد من القاهرة.